طيب الناس اللي بتشرب العصائر بقى يا دكتور وبتاخد السكر بتاعها من اليوم يعني من العصائر، بيعملوا ايه العصائر المفيدة، ايه العصائر اللي يبعدوا عنها، استخداماتها ما تبقاش كتيرة يعني بالذات في الحر اللي احنا فيه ده، الناس تحب تشرب حاجات ساقعة، ايه اللي صحي دلوقتي وندوس فيه ناكل فيه نشرب كتير منه او اللي هنبعد عنه شوية؟ اوكي، احنا طبعا بنقول دلوقتي حضرتك قلتي حاجه لطيفه جدا، السكر من الفاكهه، في طبعا سكر الفركتوز الموجود في الفاكهه، فاحنا دايما بنقول الناس اللي بتشرب عصير طبيعيه يا ريت كمان ما تحطوش فيها سكر. تمام. طيب احنا دلوقتي برضو عايزين نحذر من حاجه، ان الفركتوز سكر الفركتوز الافراط فيه او تناول الفاكهه الكتير غلط، عشان بيرفع كوليسترول الدم وبيسبب دهون على الكبد، لان الفركتوز الجسم مش بيتخلص منه يعني مش بيقدر ان هو يتخلص منه زي السكر العادي السكروز ان هو يحول يعني يتكسر وجسمنا يستفيد منه من طاقه، لا بيروح على طول على الكبد، فالافراط فيه بيعمل مشاكل. طيب احنا ايه العصائر بقى والمشروبات اللي الناس تاخدها سريعا جدا يا دكتور؟ ما تاكلش فاكهه، لا سريعا جدا يا دكتور، ايه العصائر المفيده للناس تشربها؟ العصائر المشروبات المفيده انا بقول الناس ياخدوا مشروبات، يعني عصير الليمون من الحاجات الكويسه جدا، مطهر معوي كويس جدا في الصيف وفي الوقت اللي احنا فيه، عندنا في العصاير زي عصير الكركديه وخاصه الكركديه المنقوعه البارد للناس اللي ضغطها بيعتبر عالي، واحنا بنقول دي ممكن ان هم يبتدوا يحطوا لها من بدايل المحليات بدايل السكر، زي بنقول ممكن سكر الستيفيا لو متاح دلوقتي هيكون كويس. والمهم كمان يا دكتوره زي ما حضرتك ذكرت انه ما يكونش فيه افراط في استخدام السكر او حتى في العصاير.